اللوائي عصام يوسف. مساء الخير ضيوفنا ومشاهدينا الكرام وطلبة جامعات مصر من القاهرة والناس، أرحب بكم وحلقة جديدة في دور الـ 32 من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الأول من العباقرة جامعات، يا ترى مين اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ويا ترى مين الطالب اللي هيفوز بكأس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات تساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة بـ2000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في آخر الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 1,020,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول جامعة معانا مشرفانا من المدينة الباسلة، جامعة السويس. جامعة السويس تأسست لخدمة مجتمع السويس وسيناء والبحر الأحمر ومحور قناة السويس بوجه خاص بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2012. تضم الآن 12 كلية بإجمالي يتجاوز 12,000 طالب. تضم كليات مختلفة مثل هندسة البترول والتعدين والتربية والتجارة والعلوم والآداب والسياسة والاقتصاد والإعلام وتكنولوجيا الاتصال. تخطط الجامعة لإنشاء كليات جديدة ومنها استكمال إنشاء المجمع الطبي، ويضم كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض. جامعة السويس اختارت 4 طلاب يبتدوا ماتش النهاردة، وهم حذيفة الخولي 22 سنة كلية الهندسة. المواهب اللي عندي موهبة الكتابة، الخطابة، التمثيل، أي حاجة لها علاقة بالإعلام. أنا مثلا أعلى دكتور طارق السويدان. تقوى بدران 23 سنة كلية تعليم صناعي. أنا موهبتي المراسل التلفزيوني والتدريس. المثل الأعلى أستاذ أحمد فخري، هو مخرج بمزبير. أحمد الصاروخ 23 سنة كلية الهندسة. حلمي أن أنا أبقى رجل أعمال. هندسة البترول بالنسبة لي خطوة لما بعد كده. إسراء عادل 21 سنة كلية أداب. أنا موهبتي القراءة وكتابة الشعر وبحب السفر. أنا بحب التدريس جدا، ولما اشتغلت في محو الأمية وشوفت الناس وهي فرحانة أن بتعرف تقرأ كان إحساس جميل جدا أنك تعرف تعلم. حلمي أن أفضل أتعلم طول ما أنا عايش. سويس الحمد لله على السلامة يا شباب. منورين. الله يخليك. حذيفة، ازيك يا حذيفة؟ الحمد لله تمام. حذيفة فهد العتيبي هيقدم لنا ايه النهارده؟ سيداتي سادتي المشاهدين، سيداتي سادتي المتابعين، يعود اليكم برنامج العباقرة في حلته الجديدة ونسخته الفريدة، نسخة الجامعات. الكثير من الطلاب، الكثير من المتسابقين أتوا هنا بغية هدف واحد، بغية مقصد واحد، وهو المركز الأول. فيا ترى من سيصل المراد؟ من سيحقق الهدف؟ أهلا بكم في العباقرة. عظيمة حذيفة. حذيفة من المنيا وبيدرس في جامعة السويس. أهلا بيك حذيفة معاك. أما الجامعة التانية واللي هتنافس الوصول للدور 16، تاريخ عظيم في تاريخ بلدنا، جامعة 6 أكتوبر. جامعة 6 أكتوبر أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 243 لعام 1996. يقدر عدد الطلاب في الجامعة بنحو 21,000 طالب وطالبة، منهم نحو 1,500 وافد. تضم الجامعة 13 كلية توفر معظم تخصصات الدراسة، كما تضم الجامعة 189 معملاً ومختبراً مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة. يوجد بها مستشفى جامعي وعلاجي سعة 320 سريراً، وبها عيادات خارجية.
توجد في الجامعة مكتبة مركزية تدعم البرامج الأكاديمية والبحث العلمي وتخدم المجتمع المحيط بها. جامعة 6 أكتوبر اختارت 4 طلاب يبتدوا ماتش النهاردة، وهم سامح كامل 23 سنة كلية طب وجراحة. موهبتي أنا بحب ألعب كورة، حلمي إن أنا أستغل الكارير بتاعي إن أنا أساعد الناس الغير قادرة على العلاج. حابب أتخصص جراحة عظام أو سمنة ونحافة. سندريلا سامي 21 سنة كلية طب بشري. أنا موهبتي الرسم واللعب التنس. أنا حلمي إن أنا أكون جراحة كبيرة. عادل البرة 24 سنة كلية طب بشري. موهبتي من وانا صغير بدات اللي هي كانت الرسم. حلمي اللي انا بعد ما اتخرج ناوي ان شاء الله ان انا اسافر بره او حتى لو اكمل في مصر، لكن ان انا اضيف حاجه جديده في الطب او في مجال البحث العلمي. اميره ايمن 20 سنه كليه الهندسه. موهبتي الغنى وهوايتي هي القرايه. نفسي يبقى عندي شركه خاصه بالسيارات عامه. مسائل الاعلى في الشغل هو والدي، ومسائل الاعلى في التعامل مع الناس عموما هي او في الحياه عموما هي والدتي. جامعة 6 أكتوبر مشوار قريب صح؟ تمام. أمينة، ازيك يا أمينة؟ أهلا بحضرتك. باشمهندسة أمينة ميكاترونكس وبتحب العربيات صح والسفن والطيارات صح. إيه الموضوع ده؟ أنا عامة بحب الحاجات اللي فيها ميكانيكا أكتر، فلقيت إن ده أقرب مجال ممكن من المجالات اللي موجودة عندي في الكلية. هو ده المجال اللي بيجمعهم غالبا. شغال في أكتر من مجال، شغال في طيران، في سيارات، في سفن، مجال يعني مجمع. أمنيتك إيه يا أمينة؟ نفسي يبقى عندنا مصنع سيارات هنا اصلا في مصر، يبقى احنا اللي بنصنع العربيه كلها من اولها لاخرها. تفتكري هيبقى عندنا في يوم من الايام الامكانيات دي؟ مش بعيد بالمحاوله وبالمجهود اللي ممكن نعمله ممكن نوصل لحاجه دي. يا ريت. بتمنى فعلا. شكرا يا امينه. سير حضرتك. العباقره في الموسم الاول للجامعات 5 فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. كلنا بنتفرج على العباقره مظبوط؟ مظبوط. واول حاجه هنبتدي بيها سؤال السرعه. سؤال بيبقى سهل، بس اللي بيخطف البازر باجابه صحيحه جامعته بتبتدي الاول. والسؤال هو: الى ماذا ترمز الحروف VIP؟ سامح اجابتك. Very important person. إجابة صحيحة. Very important person هي الإجابة الصحيحة، وبكده 6 أكتوبر هي اللي هتبتدي الأول. جاهزين؟ جاهزين. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. 6 أكتوبر في عندنا جوكر ب20 نقطة. في جوكر مع الجغرافيا؟ أمال الجوكر إمتى؟ مفاجأة. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي أكثر الدول العربية إنتاجاً للقطن؟ كاونتر نزل وفات 5 ثواني. عابد. الإجابة مصر. الإجابة مصر. لا، وسندريلا موافقة. وما خدتوش الجوكر. طب ليه ما خدتوش الجوكر؟ لسه شوية. لسه شوية. عابد، إجابة صحيحة. مصر هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 6 أكتوبر 10. السويس ما عندكوش نقط، بس عندكم سؤال في الجغرافيا. هتاخدوا الجوكر ولا تعملوا زي 6 أكتوبر؟ هنعمل زي 6 أكتوبر فعلا. احنا وراكم غلطانين. جغرافيا، والسؤال هو: ما هي الدولة العربية التي يمر فيها نهر الفرات قبل مروره بالعراق؟ الكاونتر نزل. سوريا. وما خدتوش الجوكر. غلطانين. حذيفة، إجابة صحيحة. سوريا هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 10. السويس 6 أكتوبر 10. عندنا سؤال في التاريخ ل 6 أكتوبر. مفيش جوكر.
انا عندي احساس ان انتوا هتاخدوا جوكر في السؤال اللي مش هتعرفوا تجاوبوه. تاريخ والسؤال هو: من هو اول رئيس امريكي يستقيل قبل نهاية فترة حكمه؟ مين الرئيس الامريكي اللي استقال قبل نهاية حكمه؟ فاضل 10 ثواني، 5 ثواني، 3 ثواني. سامح. جيمي كارتر. إجابة خاطئة. نيكسون. ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون. نيكسون على كم نقطة؟ 10. لا والله. إجابة صحيحة. ريتشارد نيكسون هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 20 السويس، 10 جامعة 6 أكتوبر. تاريخ للسويس. جاهزين؟ ما تستعجلوش، عندكم 20 ثانية. تاريخ والسؤال هو: من هو أول إمام للأزهر الشريف؟ فات 5 ثواني، فاضل 10 ثواني. مين هو أول إمام للأزهر الشريف؟ ثانيتين. إن شاء الله محمد عبده. إن شاء الله محمد عبده. خدتوا 20 ثانية. حذيفة، إجابة خاطئة. يا ترى في إجابة عند 6 أكتوبر ولا مفيش؟ مفيش إجابة. طيب استعدوا للأربع اختيارات. الاختيارات بزائد 5 أو بناقص 5، والاختيارات قصادكم على الشاشة: محمد الخراشي، عبد الله الشرقاوي، حسن العطار، عبد الله الشبراوي. حذيفة، أنت دوست خلاص. تمام. إجابتك حسن العطار. حسن العطار. وخدت الريسك. يا زائد 5 ناقص 5. كان معاكم كام؟ 20. بقوا كام؟ الله أعلم. الله أعلم. برافو عليك. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة: محمد الخراشي. إيه لك إيه؟ محمد الخراشي. كده النتيجة 15 السويس، 6 أكتوبر، 10. أئمة الأزهر كتير، وكان الاسم المألوف بالنسبة لي حسن العطار. يعني كنت عارف إن حسن العطار كان من مؤسسين الأزهر وشيخ حسن العطار وكده، فأول ما شفت اسمه قلت خلاص يعني أكيد هم هيجاوبوه، فألحق بقى. ودي كانت غلطة يعني، أنا حسيت بأن أنا فعلا لو بصيت لفريقي كان ممكن ما نخسرش 5، كان ممكن ناخد 5 وزيد 5. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال لستة أكتوبر. في جوكر؟ أدب. والسؤال هو: من هو قائل العبارة الآتية؟ إذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائده. طبعاً المقولة دي إحنا سمعناها قبل كده كتير جداً، بس عمرنا ما عرفنا مين اللي بيقولها. 10 ثواني، 5 ثواني، 2 ثانية. برافو يا أمينة. 19 ثانية. يا ترى بقى، برافو، إجابة صح. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إجابة خطأ. أحمد الصاروخ. إجابتك أبو الطيب المتنبي. إجابة صحيحة. برافو يا أحمد. برافو يا أحمد. المتنبي الإجابة الصحيحة. برافو يا أحمد. وبكده النتيجة 25 السويس، 6 أكتوبر، 10. ودلوقتي السؤال الثاني في الأدب للسويس. جوكر. أحمد الصاروخ خد القرار في الأدب، ودي مش سهلة. أدب. والسؤال هو: من هي المؤلفة الإنجليزية الأمريكية صاحبة 66 رواية بوليسية؟ لسه عندكم 15 ثانية.
10 ثواني، مين اللي ألفت أحمد؟ أجاثا كريستي. أجاثا كريستي. أحمد أجاثا كريستي. إجابة صحيحة. أحمد الصاروخ قال أجاثا كريستي وهي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 45 السويس 6 أكتوبر 10. هو احنا اخترنا جوكر لسببين، انا حسيت ان هم في الادب مش كويسين قوي، فبالتالي لو احنا حتى غلطنا في الادب هم مش هيجاوبوا، دي رقم واحد. ثانيا انا عارف الروايات او الكتب لاكتر من كاتب، فبالتالي لو جالي اختيارات انا هستبعد الاختيارات ويعني هخمن، هتبقى نسبه ان انا حتى اجيب 10 من 20 كبيره شويه. سؤال في العلوم، فين الجوكر؟ سامح بمنتهى الثقه داس على البازر وخد القرار. جاهزين؟ إن شاء الله. علوم، والسؤال هو من كم عظمة يتكون هيكل سمكة القرش؟ القرش 11 ثانية. من كم عظمة يتكون هيكل سمكة القرش؟ ثانية. سامح إجابتك. 235. 235. 235. سامح إجابة خاطئة. سؤال بعشرين نقطة. أنا مفتيش. حذيفة داس لتقوى على البزر، إجابتك يا تقوى. ما عندكيش اختيار، إجابتك. 22. لا غلط. تقوى. إجابة خاطئة. 22. إجابة خاطئة. الله عليك، إجابة خاطئة. ماشي حسن، ضحكنا كتير بس هيبقى عندنا مشكلة دلوقتي، لأن دلوقتي السؤال وإجابته بزائد 10 يا ناقص 10، والاختيارات قدامكم على الشاشة. 100 عظمة، 75 عظمة، 50 عظمة. لا يوجد. ثانيتين. ثانية. الإجابة الصحيحة لا يوجد. آخر سؤال في العلوم للسويس، وخدتوا جوكر، في جوكر تاني. جاهزين؟ علوم، والسؤال هو ما هو المركب شبه القلوي السام الذي يستخرج من أوراق التبغ ويستخدم في أغلب المبيدات الحشرية؟ ما هو المركب شبه القلوي السام الذي يستخرج من أوراق التبغ ويستخدم في أغلب المبيدات الحشرية؟ 5 ثواني. ثانيتين. ما كنتوش هتخسروا حاجة، كان لازم تحاولوا. في إجابة في 6 أكتوبر تدوس على البازر. سندريلا. مش متأكدة بس هي أورجانو فوسفورس. أورجانو فوسفورس بكم نقطة؟ 10. بعشر نقط. سندريلا إجابة خاطئة. يا زائد 5 يا ناقص 5، والاختيارات قدامكم على الشاشة. مورفين، كافيين، نيكوتين، دوبامين. سامح. نيكوتين. نيكوتين. يعني المعلومة عندك؟ إن شاء الله. معكوش غير 10 نقط. سامح بتاخد الريسك ليه؟ هو صح؟ دي مشكلة. المورفين مخدر، الدوبامين هرمون السعادة، والكافيين مش موجود في المبيدات الحشرية اللي موجود في الجسم. برافو عليك، إجابة صحيحة. النيكوتين هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا سامح لأنك فكرت. الإجابة ما كانتش عندك بس أنت فكرت، والحقيقة كان نفسي أديك 10 نقط بس الاختيارات بخمس نقط، وبكده النتيجة 15 6 أكتوبر 45 السويس. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه.
في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.